بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأستاذ ناصر أبو ميزر، مدرسة الحاج نظيرة أبو رميل. نبدأ في الوحدة السادسة اللي هي الرياضيات المالية. الرياضيات المالية نبدأ في الدرس الأول اللي هو الأسهم. عندنا الدرس الأول اللي هو الأسهم، نشاط رقم واحد صفحة 85 في الكتاب. هلأ عندنا قبل ما نبدأ في الدرس لابد من نعرف بعض المفاهيم الأساسية. عندنا النقاط الهامة في الدرس. أول شيء، الشركة المساهمة تعني الشركة التي يكون رأس مالها قابلا للتداول في السوق المالي. 2، المبلغ الذي يساهم به الشخص يساوي سعر السهم ضرب عدد الأسهم. تعريف السهم هو عبارة عن صك يثبت لحامله صفة يثبت لحام يثبت أن لحامله صفة في ملكية أصول شركة مساهمة معينة، بالإضافة إلى حقه في نسبة من أرباحها. عندنا هون ملاحظة، الصك هو عبارة عن عقد إثبات ملكية. أصول الشركة تعني ممتلكات الشركة من مباني وآلات وسيارات وأثاث إلى آخره. هلا عندنا القيمة الإسمية للسهم، هي عبارة عن قيمة السهم عند الشراء، وهي القيمة التي تظهر في الدفاتر المحاسبية وعلى شهادة السهم، أي أن هي القيمة التي يتم على أساسها حساب الأرباح. هلا عندنا قانون الربح البسيط، بيساوي المبلغ ضرب سعر الفائدة ضرب المدة. نبدأ بنشاط رقم واحد في الصف في الكتاب. بقول يعاني المواطنين الفلسطينيين من نقص في مواد البناء تم استيرادها من الخارج. فكرت مجموعة من المستثمرين بإنشاء شركة مساهمة تمهيدا لإنشاء أول مصنع فلسطيني متكامل للأسهم. شركة مساهمة تعني، حكيناها، الشركة المساهمة الشركة التي يكون رأس مالها قابلا للتداول في السوق المالي. فإذا قرر المستثمرون فتح الباب أمام الجمهور للمساهمة في الشركة عن طريق الأسهم، قيمة كل سهم دينارين. اشترى عادل 1000 سهم من أسهم الشركة. المبلغ الذي ساهم فيه بيكون عبارة عن 2 ضرب 1000 يساوي 2000 دينار. هلا عندنا تعريف السهم وعندنا تعريف القيمة الإسمية للسهم. هل عندنا من الشوط رقم 2 بول أودع محمود مبلغ 2500 دينار في بنك بسعر فائدة سنوية مقدارها 1.5%. قديش مقدار ربحه في نهاية السنة؟ هلا قانوننا للربح البسيط اللي أخذناه اللي هو بيساوي عبارة عن المبلغ ضرب نسبة الفائدة. هلا عندنا 2500 ضرب 1.5 على 100، سعر المبلغ يساوي 2500، سعر الفائدة 1.5% اللي هي بتساوي 15 على 1000. نضرب 2500 ضرب 15 على 1000 بيساوي 75 على 2 يساوي 37.5 دينار. طبعا هون قسمنا على 5 على 5. طيب هلا بقول بعدها، إذا أودع المبلغ لمدة 5 سنوات فإن ربحه يكون، الربح يساوي المبلغ ضرب سين اللي هي سعر الفائدة ضرب نون اللي هي الزمن، يساوي 2500 ضرب 1.5 على 100 أو اللي هي 15 على 1000 ضرب 5 بيطلع يساوي 375 على 2 ويساوي 187 دينار ونص. طبعا هون بيمكن الحساب بالآلة الحاسبة. هلا عندنا هذا النشاط، هذا من النشاط اللي موجود في الكتاب. اكمل العبارات التاليه: سعر سهم البنك الاسلامي العربي لحظه الاغلاق، هاي البنك العربي الاسلامي لحظه الاغلاق تساوي 1.85%، 1 او 1.85 طبعا دينار او دولار حسب السعر اللي هو عمله التداول اللي مكتوبه عندك في الجدول. دولار. أعلى سعر تداول السهم شركة أيبك،
شركة اي بك هي موجودة عندنا في السطر 1 2 3 4 5 في السادس. سعر اعلى سعر للتداول يساوي 1.9095 برضو دولار. نسبة التغير في سعر التداول لسهم بنك فلسطين تساوي، هيها موجودة، سعر بنك فلسطين للتداول عندنا ناقص 1.882. القيمة السالبة تشير إلى انخفاض السعر. لم يطرأ أي تغير يذكر على أسعار الشركة، أسهم شركة الأسهم اللي لم يتغير عليها، اللي هي عندنا اللي هي الشركة رقم 2 المؤسسة العربية للفنادق، عندنا اللي هي العربية للدهانات، وعندنا اللي هي المستثمرون العرب، وعندنا دواجن فلسطين. هذه لم يطرأ أي تغير عليها. هلا نجي إلى نشاط رقم 3 في الكتاب صفحة 87. بقول يمتلك غسان 200 سهم في شركة الحافلات الوطنية. قيمة السهم الإسمية تساوي 4 دنانير. إذا وزعت الشركة الأرباح السنوية بنسبة 10% أوجد ربح غسان في السنة. هلا احنا عندنا المعطيات، السؤال عدد الأسهم تساوي 200، القيمة الإسمية تساوي 4، نسبة الأرباح تساوي 10%. 10% هي عبارة عن 1/10. مطلوب منا قيمة الربح. هلا القانون ربح غسان في السنة يساوي عدد الأسهم ضرب القيمة الإسمية قاف سين ضرب نسبة الأرباح، يساوي 200 ضرب 4 ضرب 1/10، بيطلع يساوي 80 دينار قيمة الربح. هلا عندنا تعريف اللي هو القيمة الحالية للسهم. القيمة الحالية للسهم هي عبارة عن قيمة، أخذناها في الورق صفحة رقم 2، اللي هي قيمة السهم في السوق المالي لحظة التداول، أي عند لحظة البيع أو الشراء. إذا عندنا بالنسبة، نرجع لقانوننا، نسبة القيمة الإسمية لجميع الأسهم تساوي القيمة الحالية للسهم ضرب عدد الأسهم، 1.5 ضرب 500 يساوي 750 دينار. نسبة الأرباح تساوي نسبة الأرباح التي توزعها الشركة، التي وزعتها الشركة تساوي 8%، والقيمة الإسمية للسهم تساوي 1 دينار. إذا مقدار ربح جابر يساوي عدد الأسهم ضرب القيمة الإسمية ضرب نسبة الربح. عدد الأسهم عندنا 500 ضرب 1 ضرب 8/100. اختصرنا 0 × 0 قسمنا على 100، يعني بضل عندنا 5 ضرب 1 ضرب 8 يساوي 40 دينار. هلا في عندنا مطلوب شيء اسمه النسبة المئوية الفعلية للربح في السهم. قانونها، اذا هذا قانون بدنا نحفظه، اللي هو مقدار الربح على القيمة الحالية للأسهم ضرب 100%. القيمة الحالية طلعناها اللي هي 40 دينار على القيمة الحالية للأسهم اللي هي 750 ضرب 100%. تستعمل الآلة أو بطريقة الاختصار بنقيم 0 × 0، 75 فيها 3 المية على 75 فيها 4، بيطلع لنا 4 ضرب 4 يساوي 16 على 3%. بنختصرها بيطلع لنا تقريبا 5.3%. هذه اللي هي النسبة المئوية للربح. هذا اللي هو الدرس الأول، اللي هو الدرس الأسهم. نطلب من الطلاب الآن يحلوا لنا اللي هو تمارين صفحة 88 وإرسالها إلى صفحة الأستاذ.